بص يا فندم، حصل في اخر حاجه في عندنا الحمد لله ما فيش مسائل جامده ولا حاجه ولا في مزاج اصلا.
بس انت عندك شويه تعليقات مهمه وشغل النهارده في الجيم. تخيل كويس راح اول مصطلح النهارده معلش يشد خط مع السين في الجيم بتاع الجيم بتاع الجيم انا هقدر اشرح مصطلح جديد بيعيشوه قوي في الامتحان. الناس كلها فوق انت حتى لو مش فاهم مره بجد عشان مصطلح يا بعت اسمه سيرابيوتيك انجلز معايا مش عايز اقول لك بيعيشوها في الامتحان ده وتقول لي ده سهل يا روح يقعد يزعق فيك مش هتروح اسمع معايا يعني ايه كلمه سيرابيوتيك انجلز هو فيجر للسيفتي مارش بتاع الدراسه هنقول يعني ايه دكتور استنى بس انا عايز اي دراسه في الفرد ممكن يكون سيف وممكن يكون توكسيك يعني ايه خلينا اقول لك يا ابني الباراس ده ممكن يلا تدرج عندنا في الفارما سي ايه ودي اشتغلت كده عندنا في الفارما توكس مش مفاجئ في مصطلح اسمه ثيرابيوتيك انز ومعايا عشان اشوف ايه النهارده يا ابني انت لسه بتاع طب ولا عايز عشان اعمل حاجه ولا ضايع في الكليه ليه لا ما انا شو لسه لسه طالع ايه بص عايز ايه بيقول لك الثيرابيوتيك انز سوبراك هما دي سؤالنا ازاي احنا ما بنسيبش حاجه يقول لك بيسموا حاجه اسمها اي دي 50 على اي دي 50 طبعا وانا عارف يعني اصلا يا حبيبي انا سايبك مكان عشان تعرف فوق اللي هو معلش يعني ماشي معايا اي دي ده اختصار ليتال دوز ليتال يعني ايه؟ ده بتهزر ده في ليه ده ما اعرفش بس انا شفته بس انا عارف ان ده اسم يعني يبقى معناه ايه بالعربي بقى؟ ليه تدوس هل انا راجع على الرجلين زي حضرتكم كده وقوم ندي جرعه القاتله لو شفتوا حاجه منها حصل الكلام ده بيتعمل في المعمل في اي مدرسه هم الصداره اللي عايزين الدواء يجيبوا ايه؟ فران وضفادع ويشتغل عليه اذا الدواء موت 50% من الايمن مش لازم 100% اللي هو نص الايمن عايزين يسموها ليه تدوس معلش تحت يا رب هتلاقي في 50 لاعب عينه زي ما بقول لك مواد اشتغل معايا انت هتدوس معايا ايه؟ دوس كل 50% مش اوبشن ما تهزرش يا غبي وفي حالي الجرعه اللي هو 50% حوالي يسموها جرعه قاتله طب عايز حد بقى يفهم تعرف لي اي دي 50 اللي هي الفيك دوس 50 ها الجرعه اللي عليك كام في المية؟ على فكره التعريف ايه في الامتحان؟ يقول لك ايه؟ يعني الفيك دوس معناها 50% اوف دوس ذا تريت بيشنت غلط دويتش الفيك دوس 50 معناها ايه؟ دوز ها تريت 50% اوبشن مش لازم انا ادي واحد بقى كل الناس واجي واحد عند كل الناس لكن من نص الناس اتعدى ونص الناس ماتت هنا يبقى دي اسمها دوز السؤال كله لو بتفهم هل يجوز طبعا ما بينفع رقم باسم حاجه محتاجه تعرف هل يجوز ان الرقم ده ينفع يساوي واحد يا بنت؟ لو قلت كده يبقى ده ايه رايك؟ عارف كل واحد كده تقول له يعني يا مين تقول على الامتحان كده يقول لك ما ينفعش اذا لو ليس الدوز اللي فيك دوز من حصل يبقاش ما يبقاش درج يبقى توكسن طيب ركز بقى عشان اشوف ايه الاي كيو بتاعك اهو ايه رايك لو قلت لك نص ها ها كويس جدا صح طب دي نقطه اسوء من اللي قبلها يا ياسمين والله ما بهزر ركز اصل مش هقول لك عارف لو قلت معاك ايه بص يا عم انت لو خدت مثلا 1 مللي جرام من الدواء هتموت ولو خدت اثنين هتفهم طب والله ما ظهرش بقى كده ما هو دي الدوز بيطلع 1 مللي جرام بس يعني 1 مللي جرام هيموت صح؟ هتلف انت عند 2 مللي جرام ولا انت ليه ما هيموت؟ والله كده والله ما ظهرش شكله ممكن عايز اقول لكم نقطة أسوأ من مين؟ هو ده رقم اثنين رقم 1 على 10 حلو قوي قوم ها؟ أسوأ كتير إذا يا ولاد عايزوا إيه؟ أولاً عشان تبقى فاهم بس لا يجوز إن السبيل يدوس واحد. عايزين نقطة تمام إيه؟ يعني البيت بدون سبيل يدوس على مصر ولا يجوز إن هي تكون أقل من واحد. عايز أقول لك ده معناها إن الميزة تدوس أقل من الفيكتور مستحيل. وبالتالي يا ولاد دايماً الرقم يكون عالي
كده المصنع صح ولا لا؟ يعني بص لما اقول لك ان الدراج اسمه ايه والدراج اسمه بي، سواء انت بتاع الامتحان ده دراج ايه ده وجات السروال الدنس بتاعته وليكن 5 ودراج بي السروال بتاعته 20، ايهما اامن من الثاني؟ ها طب عايز برضه عايز تواصل مش بتاع كده يا دكتور او الطعم انا استنى انا حصل مره كده ارقام كتير بس مش ارقام كتير روحي انت لو طلبت مثلا حاجه تكتب من نعم لو عايز تطلب مثلا 5 دي تجيبها ازاي؟ وليكن يا جماعه نثبت الايفكت دوز، نثبت الايفكت دوز هنا 20 وهنا 20 هنا وهنا الدراج 20 حلو هنا عشان يطلع رقم 5 دي الايفكت دوز بتاعتك كام؟ 200 عشان يطلع هنا 20 بس ها 400 واحد عايز ايه؟ كل اللي بنقيس الدوز تبعد عن الايفكت دوز دي يعني صح ولا لا؟ تخيل لما مريض يقول لك ايه؟ انا دكتور خدت قرص النهارده يعني مثلا قرص 20 مليون دكتور انا خدت قرصين خدت ثلاثة تاني كل ما المسافة ما بين الليسا دروز والإفكت دروز تكون كبيرة كل ما يبقى مصلحة ده يكون آمن. بص عشان ما تكونش أنت بتذاكر الإفكت دروز العرض اللي إحنا واقفين عليه الإفكت دروز الليسا دروز هو السقف اللي مش عايز أوصله فكل ما يبعدوا عن بعض مصلحة لأن المريض لو غلط ما يروحش ده لا تعلم تعلم يا حبيبي إن تشتغل استدارة في الفارما الليسا دروز بتاعت الإفكت جنب واحدة يعني يقول لك لو احنا افترضنا لو ناخد ان شاء الله في الفارما قدام ان الافكت دوز 2 نانو جرام لكل ليتر يقول لك التوكس دوز كانت 2.1 نانو جرام انا هزر قريبه جدا وزادت كميه الدوبر عايز نص قرص في اليوم قال لك انا خدت قرص غلط قول له لا قرص غلط يقول لي ده اذا انا مات الكلمه تاني اول مصطلح النهارده شوف انت النهارده على فكره حصه كده زي فيلم مش حصه ماشيه مع بعضيها كل ما تفهم الكلمه قول لي عليها اول مصطلح النهارده بيحبوه في الامتحان جدا السرابيل كيلز هذا بيعرف عن مصطلح اسمه ايه؟ سيفتي مارجن اوف دراج امان الدواء بيقول يا ولاد هو دي رقم بيقول في الصيدليه جاهز ولا بيشيلوا ال دي على الاي دي ام ال دي رد ليزا دوز على الفيت دوز انت عارف هم بقى كلمه مهمه ليزا دوز انا بتعجبه ايه؟ دوز فيه كام؟ 50% وخليج الفيت دوز دوز 53% بيتقسموا على بعض بيقولوا يطلع رقم هذا الرقم كل ما يعلى يبقى ايه؟ مصلحه ايه الكلام ده؟ ايه رقم مع السؤال العربي؟ ما رايك يا سيد عزيز؟ الرقم ما بين السيرابيوتيك اندكس والسيفتي مارجن. يعني حتى لو ده معاك سيف طب يطلع كل ما الرقم بتاع السيرابيوتيك اندكس يزيد كل ما يبقى امن من الدواء. هذا اول مصطلح في كلمه صغيره كده اسمها عندك السيرابيوتيك ويندو. بص معايا على السبوره مش فاهمها. ويندو يعني شباك. يعني الشباك اللي احنا شايفينه قدامنا ده اهو. اسمع بس. اي حاجه في الادويه لها اور ليمت ولور ليمت. الشباك اهو بص على صورة كده عشان فاهمها خالص عشان ما تجيش صندوق ده على بعضيها يا رب دي مش هقولها من كام دول انا شويه بس عايز هنا معلش يقول لك اي دواء له حاجه اسمها مينيمال افكتيف دوز يعني ايه مينيمال افكتيف دوز عايز ايه بقى؟ اقل جرعه كام دش تحتها نو دش افهم الكلام كمل كده اي دواء في دوز له مينيمال افكتيف دوز معناه ايه؟ اقل جرعه ممكن تعمل افكت للمريض اقل منها يعني في ناس بتجيب واحد 3 قرص اليوم والله حاجه ده ترد مني الفيت دي ولا انت لو خدت قرص ولا ما تدوش على فلوس لازمه هي دي المينيمال افكت اقل جرعه كام اكش تحتها نو اكش في جرعه اسمها مينيمال توكسيك دوز قول لي بقى انت اقل جرعه تعمل ايه؟ يبقى فيها ايه؟ بص يا ابني الشباك بتاعك اهو ده الشباك اللي بعده انت عايز تدي دواء ما بين ايه وايه؟ رد مينيمال افكت يكون اعلى من رد ويكون اقل من جدع وذلك هذا بيسموه السرابيوت ويندو دي حدودك في الفرد فوق كده توكس تحت كده نو اكشن السؤال بقى ايه رايك كل ما الويندو ده يبقى كبير افضل لدرجه الامان ولا لا؟ ها؟ يعني بقول لك انا المثال الموجود في الكتاب اللي موجود معانا الصفوره في ده هنشوف في الفرد ان شاء الله الترم الجاي ويعملوا لنا شنو هنا تمثيل اسمه سايوفيلم عارف سايوفيلم ده في المستشفى دي في الاستدلال الصابون ده اسمه في الاستقبال مستشفى امايلو فيلم امبولاك بيتعلق لمريض البرونك ازمه اسمه الصدريه منه راس اسمها كيبرون كيبرون دي بتقيس الراس ده بيتاخد للمريض المهم ان ده راس الصابون بتاع برونك ازمه مش مهم بتاع ايه ده بيتمرر جنرال مش مهم بتاع ايه الصابون ده بقى جابوا ارقامه في الكتاب معلش الرقمين دول الصابون قال لك ايه؟ قال لك الرقم بتاعه مينيمال افكت دوز 8 تركيز على كل 8 ملي جرام لكل ملي مثلا والمينيمال توكس دوز 18 مللي جرام لكل مللي المسافه
طيب ما ده كلام رياضة، احنا ما عندناش مساحة، عايز حد حاضر معايا.
تاني ليه؟ الدواء الهاي فوليوم ديستريبيوشن بيبقى لونجر سيلف. ده الهاي فوليوم ديستريبيوشن بيبقى معظمه اكسترا فاسكولار يعني في التشن، اذا مش متاح فور رينا ريسيجيشن. فدايما احنا بنعمل في مساله بس احنا بنعملها بره، المساله مش عارف معاك ازيك يا شباب نسمع. لما الدواء توزيعه في الجسم على مساحات كبيره في التيشوز يعني هيتوزع في الجسم مره طويله على ما يلم من التيشو هيطلع البلازما بيحصل استشفاء في يورين جاب بلاد. الاول فاكتور محترم من الايه من المعادله اهو. طب اقول لك فاكتور تاني اسمه كليرنس يعني مثلا العضله ولا كليرنس روتي اه بالعادي عادي اسمك انت من الرياضه يعني في ناس ما بتحبش اسامي الرياضه وانا قلت لك ما عندناش اسامي. يا عم الكليرنس بالعربي يعني ايه؟ التخلص من الدواء. لو كان الكلى والليفر كده ليه شغالين بقوه بيتخلصوا على الدواء يبقى الدواء بتاعنا هو ايه؟ رد اذا لو كلام زي زي التهاب الديني ما انا عارف كده ده سهل وسهل مهم جنب بي دي التهاب زود بي دي زي التهاب جنب كلمه كليرنس التهاب زود الكليرنس ايه التهاب ما اصدق كلمه بقى كده برضه البلازما بروتين باي عايز حد يقول لي يا ولاد الدراج لما يكون بلازما بروتين باي دي افضل ايه؟ اللي عارف يرد عليا حتى لو انت مش عارف تعالى بس حد يقول لي بس انا فاهم شو غلط فرد الكورس ها ولا ميتابوليزم ولا اكسبليشن ده جزء ماسك في البلازما روتين بص بتمرن فور سبيس ده بيحصل قبل كده لقيت عشان ما تدورش من بعض امشي في الحصه دي النهارده بص النهارده انا عارف ان انا النهارده انا جاي مواصلات والله ورا اهو حصه يوميها بقول والله انت عايز تسمع بقى من ايه؟ بدور سين صغير اقرا حصه في مية حصه تبقى تحت ايديك كنت مبروك يا دكتور لا يعني بكره حصه هتزل النهارده انت لسه فاكر انا كنت قصدي ايه؟ عمال اقول لك ايه؟ وتشبيه ومش كده لسه انت عارف بكره هتلاقي ستات ناس هتقعد تذاكر حصه ساعتين ومش كده النهارده اقول لك نص ماشي الكلام؟ اسمع تاني عشان ربنا يوفقك ايه انا بدي من الجواب عارف ايه تاني؟ لو سمعت بحس 10 طبعا هتسمع على طول طبعا ليك طيب ايه؟ انكريز دراج كونسنتريشن باي هي ايه؟ هو بيقول لك قانون كده فوق انا مش عارف اقرا لك بس اقول عرفت طب تساوي ايه؟ دي دي ولا سولوشن براك طبعا بما ان احنا ما عندناش جواب بس ايه؟ انا مالي انت عارف براك 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 بتسال هتقول لي ايه؟ في يا ابني يا ريت الدوز الجيرمال تساوي التهاب
معدى على الارقام وجزء دايما موضوع اسمه سيكا. قالك الطري اللي بيطلع عباره عن كابتن. سيكا ده ليه؟ قالك هو مثال المفروض يبقى ماست ايكوال جاب. يعني زي لو الدكتور ده صدر عليه جاب بتاع دوره 6 ساعات ده دوره الاولى دي بالظبط. جاب بتاع دوره 12 ساعه يبقى كل 12 دكتور لازم شال حد. اما الدكتور او المريض اذا المرض ساعات بيتوصل لا طبعا ما فيش كتير قوي قوله خلاص حاضر اعمل انت عايز دوري بص على الصبر عشان كده نفس والله ما فيها كده. قدر المريض عمل ايه؟ هو المفروض انك تديه اول كابتن ايه جزء كده عدد بايت جنيه في يوم بالك باقل صح؟ لو افترضنا ان انت او المريض خلى فيه جزء كده اقل من كده هيحصل ايه؟ ولو افترضنا الثاني اعلى ميكرو احسن البوزيت. بص هتحفظها للسبع عشان انت جرب نفسك الدور المحيطي عمل حد مثلا المفروض الدور التاني كل ده من ساعات مثلا هو عامل ايه؟ ده كل اربعه دي معناها صح؟ قول له كده هو لو الدكتور رايح عايز يدخل على طول هو ده رايح بس هيحصل كده الدور ايه؟ طبعا لو في ده كل 8 على ما البيس يكون خلص الاثنين كل ده كبير كده ولا خد كل اربعه يحصل اكيوميليشن صح؟ او توكسيستي مظبوط جبناها بكلمين اهو اكيوميليشن او توكسيستي بتاع كده ده هيتجمع في الجسم على بعض وذلك ممكن يحصل تسمم الدم. يبقى اذا لو انت ما التزمتش باللي هو قال لك عليه اول مشكله ايه؟ لو تي اللي هو دوز انترفال اقل من تي ار يبقى يحصل له اكيوميليشن يبقى يحصل توكسيستي. طب لو التي ده لازم تبقى تعالى الجواب يعني انا كان كل يوم ساعه 8 انا كان ايه لا مهم دي لا كل 12 بس ايه رايك ولا في 4 ساعات لسه في بيشن انت كل 8 انت كده هتقول كل 12 في 4 ساعات في 12 الجسم ما عادش هيعمل مش هيلاقي ده يشتغل عليه وزي كده يحصل في الدراج ده قال لك بيقل الكونسنتريشن او يقل الاكشن. اذا يا اولاد دايما المريض لازم يلتزم بالجرعه وتعبنا عيب المرضى في مصر بصراحه بصراحه تلاقي المريض راح للدكتور الكشف كده له علاج جاب استشاره على الدكتور ده ما كفتش كفتش الدكتور ده ولا انت قال له لا ما كفتش عليه طب كيف ازاي يعني احنا بنشوف هتيجي تعمل لازم يلتزم بالجرعه الكامله وفي ناس والله مش بتقرب الصوره يعني النهارده بتدي لهم مثلا قرص كل 12 ساعه يقول لك انا هاخد قرص مره واحده. طب انت ايه بالله عليك ينفع مثلا ده؟ يقول لك احسن من مفيش. يا هو ما عادش انت ما عادش في مصر يعني. طب يقول لك احسن من مفيش هو احنا في مصر يا حاج. لو حد يا ولد ما خدش الكورس انت عارف اكشنه ملوش لازمه. بالذات المضاد الحيوي اللي هو منتشر في مصر ده. مضاد حيوي لو البكتيريا فاتت عليه ملوش لازمه. ممكن تاكل كل وقت معين. ولذلك لو انت سبت فرصه على مثلا المريض ده مره واحده يوم ومفروض مرتين يقول لك احنا المواد نشال بكتيريا قوم تبدا تدور 12 ساعه في ايه؟ تكسر اكتر من الاول. فزي دي فكره. فاول امبورتنس مهمه جدا اهو. انا بعرف انت عارف رد عليا بعرف ايه؟ رد يا عيال حقيقي الادب. بعرف مين انت عارف ايه؟ المفروض في الصيدله قلنا كده. قالوا ان انت عارف ماست ايكوال دوز تيرم. انت جوزت ستيل من الميه. وما على فكره اللي احفظها هي عايزه بسرعه. حتى كده برضه. ادي بقى اثنين. بيقول لك احنا قلنا الحصه اللي فاتت مصطلح اسمه سي اس اس فاكره؟ ستيدي ستيت اوف كونسنتريشن. عايز افهم لك معلومه هذا هو الكونسنتريشن اللي فيه ايه بيساوي ايه؟ سوشيال ساتسفيشن وده يا ولاد الكونسنتريشن اللي بيتم عنده سايكولوجيك افكت يعني اخر ده التركيز اللي هتقدر تعمل فيه مفعول ولعلمك يعني. في سؤال دايما هتيجي يساله الدكتور انا خدت العلاج هتحسن امتى ان شاء الله؟ بعد الفيديو دي لازم تبقى ده هيصه كده لا يقول لك انا بعرف انت اهو حاجه اسمها تايم نيدد تو ريتش سي اس اس اسمعها اقول لك هتعرف هتعرف ايه الوقت المطلوب عشان اوصل لمرحله الثبات اللي هو المرحله اللي هيبقى فيها الاكشن بتاع الراجل يتم بجد. هو قال لك رقم انا هحاول اجيبهولك ما فهمتوش هتحفظه بس معاك اسمه 4 ل 5 تي هاب وعلى ايه ده بس هي يعني 4 5 جواب ده تقدر الجواب بتاع 8 ساعات يبقى امتى الدواء ده يحصل له ثبات في الجسم بعد كام ساعه؟ بس انا بقى 4 5 كمان يعني 30 اكتر من ساعه يعني عندي على يمكن الدواء ده يعمل مفعول لا عادي لازم وبعدين ايه
ازاي؟ ازاي بقى ده؟ بص المساله الوحيده اللي عندك فيها صفر في الدوره دي هي المساله دي. مش فاهم المساله دي؟ لا انا في حاجه كده ورايا وانا ما كتبتهاش ورايا ليه؟ عشان لو مش فاهمها ما تكرهش كل عيدك مش فاهمها. هي عايز تكرر شويه في الصوره. بص انا قلنا كلمه يقف كمعنى عين. طيب طيب بيأثر على كم في المية دوت؟ 100%. في حاجه في الفارما اسمها اليمينيشن تيوب. الطين يجي تريليت 50% من الدواء. في حاجه اسمها ابسوربشن تيوب. الطين يبدو ابسورب 50% من الدواء بعدين. هو كم في كم تيوب؟ هي تيوب واحده. وكلهم بيحصل لهم نفس الكلام في نفس الوقت. مش فاهم الموضوع. تعالى ركز معايا السطور عايز اشرح لك. الحته دي لو فاكرها عايز اقول ايه؟ هتلاقي نفسك قاعد بتتكلم. فاكر وانت صغير لما كنت بتروح مصيف وبتاع في الرمل؟ فاكر لما بقول لك اعمل جبل؟ اسمع اسمع نشتريها والله تقوم شايل الرمل من هنا وديله هنا. شيل من هنا ديله هنا لحد ما تعمل جبل. بعد ما تعمل جبل يقول لك ايه؟ ادوا رجع كل حاجه حصلت. طب الطفل بقى تقوم شايل الجبل الرمل هنا تحط الجبل تاني. هكذا الدرجه والله ركز معايا. دي بقى فكرك في البيت. فيقول لي سال الدكتور بص معايا صبور. دلوقتي انت خدت الدواء تركيزه كاملا في المعده مثلا. الدواء تركيزه في المعده اول حاجه كان 100%. ومعايا لو مش معايا كده عشان ربنا يكرمك. بعد اول تيهاف من الدواء هنقص منه كام في المية؟ هو تيهاف يعني طيب نيجي ونبزور هنا 50% من الجرعه. يعني هنا وصل للبلاس يعني بص دي المعده وده الدم. ومع الصبور يبقى اول تيهاف هنا الدواء هنقص منه كام في المية؟ يبقى اصلا تركيزه في الدم بعد اول تيهاف 50%. ودي ماشي. احنا هناخد الجرعه الواحده دي لحد ما نخلصها كلها الاول. وبعد كده بنتكلم مباراه العين. هنكلمها في الجرعه دي الاول. طيب اتفضل كام في المعده دلوقتي؟ قالش معايا ما اطلعش طبعا احنا اول من الاول. يبقى هنا خدنا من 150 حصل لهم انتصار ناقص كام؟ 50. بعد الكام الثاني نقص كام؟ نصهم برضه كام؟ طبعا تقول لي يبقى 25 لا يبقى 75. ليه؟ انا بدي جبل افهم بجدي جبل يعني ايه؟ بجيب الرمل احط على واحد واجيب اللي بعده احط عليه وزاد هنا 50 يضاف عليها 25 صح؟ تعالى بقى يبقى على طول عشان الرمل يبقى 75% فهمت يا ابني؟ اكمل ناقص هنا كام في المية؟ واحد لا ناقص 50 جد لا ناقص 25 بس افهم تاني انت خدت 100 كام الاول؟ حلو هنا ما تكملش على القصير خدت 150 ناقص كام في المعده؟ خدت نصهم خدت 25 على 50 بقى 75 ناقص هنا كام؟ كل نصهم في التيار في التالت يلا يبقى 12 ونص على 75 87.5%. ركز معايا قول لي بقى هنا في المعده كام؟ جدع بعد التيار رقم 4 هناخد نصهم اللي هو 6 وربع صح؟ على 87.5 93 سنه بتطلع قول 94 عشان ما يا عم اقرب الصوره يا عم 93 شويه بس كده 93 مش طيب ده كام؟ طيب فتح كام في المعده؟ 6 ها؟ وقول لي التهاب في بعد كام الصوم؟ ها؟ هتقدر تحكي لك كام يا بيه؟ يعني 97 كده استريح قوي وشويه تقول لك فاكر بقى يعني يسيب الدين في المعده الجسد الاسكت الصرم الانزايم اي حاجه السؤال يقول انت احتجت قد ايه عشان تمتص الجرعه كامله؟ تقريبا نزل اربعه بص دلوقتي اثنين ثلاثه اربعه خمسه نزل اربعه ليه؟ شويه 93 سنتر نزل خمسه عشان 99 سنتر يبقى انت احتجت قد ايه عشان تمتص الجرعه كامله؟ اربعه في خمسه كام؟ انت كده بتكمل ركز معايا بس عشان نستغل يعني ايه خلال الجبل؟ قعدت تسحب من هنا وتبني فين؟ في البلازما بتاعها بنفترض ان انت ما حصلش جرعه ثانيه وما حصلش اكسبيشن انا ما بفهمش على جرعه واحده لحد ما خلاص عليها كده تبقى الجبل صح؟ تعالى بنفس هذه الفكره نهد الجبل بس مش تقدر تقول لي كده لا اهدي تاني الكلام يعني زي ما قلت دلوقتي انت ده تركيزه في الدم بقى 100% يعني الدم اهو عايز الكلمه تشتغل كده ايه؟ هتعمل له ريميشن ازاي؟ قول معايا لما ده يكون تركيزه في الدم 100% اول جواب ممكن تاخد منه كام؟ بعد كده تاخد منه كام؟ يعني انت مش احسن من كمان انت بتكلم وخلاص. هنا اصبح في الدم كام؟ هاخد منه انتهاف تاني يعني ايه يا حبيبي؟ هقول يعني 75 نقطه دم دول بيجري مش هجمعهم
عندها اهم حاجه لعب الدم يعني واحد يعني ايه كانت من الخمسيه كام 25 نزل بيوت شكرا المهم اللي ناقص الدم يا هو ايه ناقص هنا كام 25 مللي مع التافي وجاب رو انا 12.5 ريبي 25 النقطه كام 12.5 ريبي مع التافي رقم 4 انا كام رو 6 ورو الفضل كام طلعوا عمر تمام من كام 3 ومش عارف قد ايه معلينا اي حاجه يقول لك يعني كده مش ناقص حاجه ناقص 3 مش عايز يرمي عم اعتبره مين عايز يرمي يبقى انا احتاج كام جواب 1 2 3 4 طلع الناس دي يا اخوانا الاعزاء التهاب المطلوبه فور ابسوربشن هي التهاب المطلوبه فور انيشن فذاكر رسمه الحصه اللي فاتت بتاعت التدريب كانت كده 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 مش كده ده معدل الابسوربشن ده معدل السنيش عامل ايه بالظبط فذاكر رايك ولا ايه اسمع بقى انت امتى بتوصل لمرحله السلام بعد ما يكون الدواء وصل تركيزه بس مثلا 100% بعد ما يمتص كاملا يعني 4 5 دواء لو واحد قال لك خد فرع جديده اقول لك ما يقعش ما هو يكون الدواء الجديد اللي ده اللي حصل له سيشن بنسبه 100% يعني بعد كام شهر 4 5 وازاي قلنا ايه بقى يا جماعه متى اصل لمرحله السلام المتوسط بتاعنا بعد 4 او 5 دواء وانا اثبتها لك اهو ايه ده؟ امتصيت الجرعة كاملة بعد 4 5 جواب. خلصت من الجرعة كاملة بعد 4 5 جواب. بس دي طبعا مش فاهم حاجة. أنت بتعمل إيه؟ أنا عايز الليفل بتاع الدرجة يكون في البلازما سيت. أعمل إيه يا سيدي؟ يقول لك كل شهاب تاخد جرعة. كل شهاب تاخد جرعة. هتلاقي إيه يحصل؟ الجرعة اللي بتديها من بره الامتصاص بتاعها وبعديها الجرعة بيحصل لها إيه؟ ساعتها يبقى أنا ثبتت بقى في البلازما. وقال لي أنت بص دلوقتي انا خدت الصوره شويه عايزك تقول لي مساء ان شاء الله في الامتحان يوم الاحد باذن الله يكون في مساء على هذا التاني سبب ايه بقى؟ انا مش هبقى تسليم بيقول لك يا سيد عزيز لو درج جسمه ايه؟ درج جسمه ايه؟ مع صفر متاخد بجرعه 200 ملي جرام الاكتئاب بتاعته يا بني يا سيدي يا سيدي 6 ساعات انت ماشي بتبقى ايه مع الجيم؟ فدرج جسمه ايه؟ لا ما انت ذكي من غير ارقام مش كده بس انا لا انا سيبك على الارقام مش انت عايز يعني مش عايز القصه 200 ملي جرام التعب ده 6 ساعات بقول لك التايم تايم نيد تو بعد كده انا بلازما جايب عشان لطيف 200 ملي جرام بلازما هل تايم تو ريتش 50 ملي جرام بلازما 3 ساعات 3 ساعات عايز بقى حد يفهمني كده مش ازاي يعني دلوقتي واحد مراجع دواء تجيله بلازما 200 ملي جرام في اللتر والتعب بتاع الدواء ده كام؟ 6 ساعات محتاج وقت قد ايه عشان يبقى تجيله بالبلازما 50 ملي جرام في اللتر هتسمعني همشي ازاي يا دكتور؟ همشي معاك انا اول مره يا دكتور 200 بعدها التهاب يبقى تجيله كام؟ رد عليا وال 100 بعدها التهاب يبقوا هو عايز ان انا خدت كام تهاب عشان اوصل ل 50 2 في 6 12 دي المساله الكبرى اللي عندنا. طب هتعمل معانا احنا مثلا دلوقتي احضر لي يا عم اتصل على الوصال. طيب انت عايز تقول لي بقى؟ خلي بالك الكلام ده لازم يجيب. الكلام ده مش تحجبه تحجب صوره، الكلام ده لازم تصير فيه مع جيب. لازم معلش وبالذات ده ايه؟ الكتاب كده ده بالذات. طبعا احنا كتبنا كده دي، كل في مصر جاب ده دي، قرر يعمل كده دي. احنا ما نخسرش بعض. الامتحان ما بيتمش في النص الحكايه بتاع الشهر. بص عايز كيو بتاع المراجع. هتبقى عندنا ديو دي. هو الطيب او التهاب نيدد تو ابزورب دراج هي التهاب نيدد تو ليفر دراج هي التهاب واحده يبقى انا هقول السؤال التاني بقى متى اصل السي اس اس افضل 4 5 كيلو فهمت جت منين؟ طبعا ما فهمتهاش قوي انا مش هغير عادي بقى لان دي مسائل وجيه بس عايزك تفهم ازاي بيتحسب بعد كام تهاب بيحصل ايه ماشي ولا لا؟ ايه يا سياسي؟ قول السؤال سوري ازاي عشان اخد نص جرام هنا بتعمل اخد نص 50 جرام؟ لا بص هو دلوقتي كده كده التهاب مع التجاعيد مع ايه؟ التجاعيد التهاب هي الطيب ايه؟ التاثير على نص الجرعه ايا كانت الجرعه دي ما هو برضو اول مره تتركب بيمين بماسك صح فانا كده هبتدي بس دي في المعنى ده اول مره تركيز ده هنا اكبر من تركيز هنا كتير وبالتالي هتيجي بسهوله وقت هيبقى معقول طب تاني مره لا ما النسبه هنا قلت شويه فالتركيز بلازما اعلى ففي صعوبه
فوجدوا ان تي هاف كده كده واحده. انا بقيت سؤال الدكتوره طب لك ازاي دي ال100 في نفس الوقت دي ال50 نفس الوقت دي ال20؟ ايه رايك بقى ان ال50 اصعب؟ ليه؟ لان ساعتها ممكن يبقى الراجل ماشي على ريست كونسنتريشن ايه؟ يعني محتاج ايه صح؟ وممكن يبقى دلوقتي محتاج كامل، فبالتالي ده هو الرقم. يعني لا بص يا جماعه، عارف يا جماعه لما يكون حاجه كبيره في الاول كده يبقى ان المال او حاجه كده ظاهر، يعني حاجه منها ظاهر لانها كبيره، لما تظهر تبدا ايه تاني؟ فنفس الكلام لما يكون كميه كبيره في المعده اول جزء يديك بسهوله، ثاني جزء ده بيحتاج معاناه لان الاثنين ممكن الكونسبشن يكون مساوي وممكن يكون هنا ازيد. فهو اتفقوا ان التوقع ادي اول سؤال. السؤال الثاني يا دكتور، 200 ملي جرام في اللتر ده في الابروبشن ولا في الاكسبشن؟ ما هو بص انت فاهم السؤال زي ما تفهمه. دلوقتي الدواء تركيزه 200 ملي جرام في اللتر. بس ده تركيزه في البلازما، لو ما حدش فيه تركيزه فالدواء ده محتاج قد ايه عشان يبقى تركيزه في البلازما 50؟ قال لي كام على النيش اللي انت بتقول كده اصلا. طيب ها سؤال ثاني يا جماعه يلا. ما حدش يكسب بقى، انت مش فاهم انت بتقول حاجه من الموضوع ده. يعني الكونسنتريشن بتاع الدواء بالمجرد ما يأثرش اه انا بص انا امتى على الموضوع سهل اليوم ما تشتغل طيب ما جمعتوش هنا ما يهمنيش الوقت ده اللي يهمني في ازاي دي دواء طول ما هو في البلازما يبقى طالع من حاجه في المعده ملوش لازمه في اليوم ملوش لازمه هي دي فكره الكونسنتريشن سيستم. طب انت بتقول انه بيحتاج انرجي بياخد وقت اطول. لا يعني بص وقت اطول كميه اقل وقت اطول بس كبير ايه او كميه اقل وبحتاج انرجي هيبقى وقت مادي وذلك الكلام ده نفسك ها خلاص؟ اول حاجه بنشرح مصطلح اسمه تيهاف. انا قلت ايه الطب يعني؟ يعني اذا المسائل ما فيش بس افهم بس تيهاف يعني ايه؟ لا انت عملت ضد ولا تيهاف يعني ايه؟ طيب تقول ايه بقى؟ ديكريز لازم كونسنتريشن دراج باي ليزر 100%. ادي اول سؤال في قانون مش هحفظه بس تفهم معناه. التيهاف تساوي في دي رقم على الكليرنس. السؤال بيقول ايه الفاكتورز بقى؟ عندي فاكتورين موجودين في القانون. أول حاجة الـ VD لو زادت وأثبتناها بـ VD شرط. VD لو زادت التيهاف بتزيد. والـ Clearance لو زادت التيهاف بتقل. وحاجة تالتة اسمها بلازما بروتين إيه؟ ودي شرحنا كل ده شرح بكل تفاصيله هناك. فاهم؟ طيب السؤال بقى الأخير إيه السيجنفكانس بتاع التيهاف؟ أول سيجنفكانس ليها ده معنى الوزن. بعرف منها دوز انترفال. باخد الدواء كله قد إيه؟ بيقول لي يا جماعة المفروض تصدقوا لي جدا. التايم او الجي اللي هو ايه؟ الفيز ديفر تساوي ماست ايكوال تي هاف. اقدر ان انت ما تسمعش كلام؟ قول له مش هحفظها انا فهمت. المفروض الدواء ده كل 8 ساعات هو ده كل 4 كل احسن في التنسيق على طول. مش لو المفروض كل 8 يحتاج كل 12 مش هيبقاش. كونسنتريشن بتاع البلاي. دي اول سنين. ثاني سنين ده بيفهمك الوقت المطلوب عشان يوصل لمرحله السلام. هو مجهز ال 4 5 تي هاف. هو عايزين يفهمك كده ليه؟ انا قلت لك لنفسك ان الوقت المطلوب لامتصاص الجرعه كامله هو 4 5 جرام. هو نفس الوقت المطلوب للتخلص من الجرعه كامله 4 5 جرام. طبعا الكلام ده ما هيحصلش كده. يعني ما مش جرعه واحده هتحصل لها كده. قالوا عقل على بعضيها. لو افترضت ان المريض كل شهر جاب الجرعه هتلاقي نزل هنا تاني. فكر فيها. هو الدواء ماشي كده. هو بينزل اهو، هو بينزل جرعه جديده. ينزل اهو، بينزل جرعه جديده. هتلاقي الدواء ده بينزل كده. وزي ما بقول لك ايه؟ اول جرعه فايدتها ان توصل للي معاك في البلازما. طب تاني جرعه؟ تعوض لا تعمل اكسبشن منه. طب تاني جرعه وهكذا. ماشي؟ في تفاصيل بقى مش عايزينها. نخش على الايتمز التاني او السيجنفكانس التاني. ايه لازم تلاقي بتاع الحاله بتاعت الراجل؟ تقول معايا في السبوره بقى. ده بقى دكتور دكتور يعني. دكتور دكتور شفت معناها والله. يقول لك بتعرف حاجه اسمها روت اوف ادمنستريشن اوف دراج. تقول لي ازاي يعني؟ في ادويه في الفارما هنقابلها قريبا في شورت تي هاف.
يعني معلش اكتب لي رساله كده كونفرجن تاكي اكتب لي سايس ودولارين قابلنا قريبا في ظلم. اقول لك معلومه ان احنا شفناها قدامنا واحنا خلاص او احنا تكاتا ليه انجاز الدوريدم في الحالات الجواب بتاعته خمس دقائق دوبامين الجواب بتاعته خمس دقائق خليك تعالوا يعني ممكن تاكل ايه خمس دقائق انا هصلي دوبامين اولا ما فيش كل حوار بس يبقى معايا كلام دوبامين حوار فقط ليس له راس وطرف دوري اللي بعده الدوبامين حوار هل في دوبامين الاي دي بس مش مهم هل في حد عارف في الدنيا يقول له مريض تعالى كل خمس دقايق في كل الدوبامين ده على بالك انت بتبقى حاجه مركزه دلوقتي الدوبامين ده بيبقى لان في عنده حاجه اسمها الكارتيزون شوك ما علينا المريض ده لما يديله حاجه كل خمس دقايق اقدر انا دلوقتي يعني سي جاب الدكتور امرت هديله حاجه زي قال لك يا بيه انت كده خلاص كده مش فاهم حاجه هنا الدواء ما يتاخدش اي دي يتاخد اي دي دريب مش دي عندك يعني اي دي دريب ايه الدوبامين بيتحط على محلول هو يمشي بقى ولذلك اقول لك حاجه انا شفت عيني قطاع الدوبامين كل التكاتل بدون استثناء معروف هو حتى لو مش فاهم هو عارف ايه الدوبامين جميل بيتحط الامراض بتاعته على المحلول وبيمشي من جوه طبعا هو في ناس في الدوبامين ده اكيد عندك عرفت فانا عارف دلوقتي ليه الدوبامين لازم يتاخد على المحلول لانه فيري شورت ايه فما ينفعش اديك كل خمس دقايق حلو هل يجوز ان ادي دوبامين مباشر؟ لا يا بيه. وذلك لو الدكتور ادى دوبامين مباشر سوش بس كده تبقى عليه نقطه. الدوبامين اشهر مثال عندنا في الفارما وفي الطب. شورت دي مش شورت بقى فيري شورت دي اه وذلك لما تحب تدي حقن تديها بي دريفت. طب لما تحب تدي راس سيندري طيب ده لو كان دواء ايه؟ فيري شورت ديوريشن تحب تمثال دوبامين والله في مصر. طب لو الدواء يا بيه فيري لونج ديوريشن وعندنا عندنا مثال برضه ايوه الديجيتاليز. الديجيتاليز ده في نوع بيقعد سبع ايام في الجسم. الديجيتاليز ده بتوع ده شامل كل المدرسه سبع ايام وفي نوع بيقعد يومين في الجسم يومين ده كتير اه طبعا يومين في الجسم ده كبير هو ده الموت الصدري اسمه ديجوكس او اسمه نابسين. نابسين ده يا جماعه بيقعد في الجسم يومين طلع المحلول المعروف ده قدامه يومين قال لك لا عشان ما تهربش تعالى طب عامل امتحان مصر جميله فاهمه نفسي عامل مصر قال لك يا جماعه دي تبقى كل يوم مرعب وخميس وجمعه هتطلع عليك هو اللي في خميس وجمعه هتنزل اسمع بس علشان الجرعه اللي متجمعه دول الاسبوع يحصل ايه؟ اليمنيشن المهم ايه بقى انا عايز اقوله؟ مش ده اللي هو عايزه منه انت عايز تقول لها تفهموا ان شاء الله بيشتغل لما نجيله يقول لك لما يكون ده لونجر ديليشن ادي له دي ادي له انت الكلام ده هنشوفه بيشتغل بقى في الاطفال بس مش هنا عشان وقت ان شاء الله العصر الديجيتاليز هتحفظ من الدكتور ده ازاي تعمل لودنج للديجيتاليز بارقام وازاي تعمل ميتنس فاحنا كده عشوائي يبقى اسمع منك بقى ايه السيجنفكنس بتاع التي ار في البار افهم قوي تحفظ كويس يا بابا قول لي بقى ايه السيجنفكنس واحد طبعا في ناس اللي انا بقول بس عايز تفهم ده كده واحد دوز ايه الطبيعي ولاد الصح ان دوز الدم بتساوي ايه اه كده كده اتعكس اثنين بعرف انا الوقت المطلوب عشان اوصل لمرحله السبات سي اس اس اللي هو كام يا جماعه؟ اربع خمس والله انا لك جاب مين؟ تقول له طب انت عندك وقت اشرح لك يعني يقول لك لا مش عندي وقت ولا حاجه اديك مثلا احسن اديك مثلا اقدر وطبعا عايزك تفهم الاثنين دول الله يكرمك الجوله دي موجوده في الكتاب دي موجوده في الكتاب وعايزك تكتب ايه؟ ده ايه؟ الدواء ازاي بيحصل له امتصاص للستريس ريجوليشن الوقت بتاعه كذا معلش بالمره في كمان عرفت يبقى انت عرفت القاعده والله الوقت المطلوب لامتصاص الجرعه هو نفس الوقت المطلوب للاكستنشن بتاع الجرعه. طب نعرف السي اس اس على اربعه كذا جواب، اخر حاجه بعرفها الجود والاكستنشن درايف. لا والله الدرجات لو هي ايه؟ مش طبيعيه زي الناس. درج دي فيري شورت خمس دقايق ده فيري شورت ليش؟ ده له طريقه خاصه اسمها لو هو حاطط دي درج يعني محلول. طب لو هي راس تصليل ريليز. طيب لو درج يعني فيري لونج زي مثلا تشتاج. تشتاج يومين؟ هلا لو لودنج دوز ولو انت كده خلصنا اكبر ايتم النهارده كده سهل يا اخوانا اوعى تروح النهارده مقلق الكلام بس فيها شويه حاجات بالظبط في الحمام يبقى خلاص قصدي ايدكس وجاي جميل وده انا بيه خلاص انت اه ماشي خش على مصطلح تاني على فكره عشان لسه اهم كلمه في الحصه ما جاتش يعني لسه الكلام ده يا حبيبي اهم كلمه في الحصه دي جالك عشوائي اسال الدكتور
فالمتر والطيب نضرب مش رومس كده فراح نقول له سيستم كولج
اذا اولاد التعريفات بقى بتختلف ما يجيش اهم حاجه اوضه بيه ابص هنا كده دي التركه بتاع السؤال لان هتلاقي مكتوب كده يقول لك كده السؤال مين الكليرنس اوف درج مش عارف كذا قدامي 750 ملي بير اور هذا مين اختار اس كيو يقول لك الجمله ايه يقول لك اس كيو رقم 1 amount of drug cleared from plasma is 750 ملي 2 amount of plasma cleared from drug is 750 ملي 3 مش عارف ايه ولا 4 مش عارف ايه اهو الفرق الثاني الثاني طبعا يا amount of plasma cleared from drug الله اللي رقم الاسم وطبعا بيقول لك اللي حتى بيركز هيمشي ملي ايه يعني ايه ده انت بتقول ده التعريف يا اولاد وده اهم حاجه دايما التعريف في كل حته دي بيقول لك ازاي تحسب الكليرنس يا حلال عندك بتقول ازاي تحسب الكليرنس ولا ازاي تحسب الكليرنس بعد ما الكليرنس هحسبها ازاي يا جماعه قال لك والله دي بريت اوف فلتريشن مش حصل في الكليرنس دي لا حاجه فلتريشن عايز ارد عليك ولا حصل اللي فات دي كانت حصل فلتريشن ده ليه زائد الريت اوف اكسبريشن عاد عارف ان كده صلاح سيشن او كان موتر او ايه او ايه ماشي ناقص التعريف اللي فيه اوكي ما حصلش شو حصل السوشيال ميديا ليه وطرحه ليه هل اسمه هنا ايه كليرنس بدات كام سؤال بيجيبوا اللي حصله في الفيشن دي ماشي ساعات الاسبوع بطل وانا قلت لك ان مش مسافه كبر السؤال ده قال لك تحسب لي ازاي سيستم الكليرنس قلت له سهل سيستم الكليرنس يا دكتور عزيز هتحسب لينا الاول ده اكبر حاجه فيه وتحط لما الكتاب رايح ولا لا تحط لما ايه بس و و و ولما مش عارف ايه قالك نون لينا وخلاص الاثنين لوحدها تحسبها ونون لينا تحسبهم ايه وتقدر تحسبهم مش عارف السؤال محترم بعد التعريف كلاس ده من التعريف والفاكتورز يا دكتور ايه الفاكتورز اللي بتاثر على الكليرنس يا شباب كل ما اقول لك فاكتور كل نسيت بلازما بروتين بايند فكر فيها يعني عايز كده لو سمحت اهم حاجه بلازما بروتين بايندينج قول لي بقى ده ساعه كده لو كانت دراج ايه لو هاي بلازما بروتين بايندينج ايه سهله اثنين بلاد فلو شو الكليرنج وورك طبعا لو انت موصل الكلى كويس والليفر كويس اللي هيقدر يحصل له كده بسهوله بلاد فلو زود بس دي زاويه الكليرنس تقييم ولا لا لا هاي بتتحب الفاكتور بتاع الكليرنس اول حاجه هنا في بلازما روتين بايت لو ده هاي بلازما روتين مش هتعمل كده طب فاكر والله لو ده وصل كويس يبقى 100 رقم 3 ستيت اوف هيلث هل صح الجولد يعني بص مرضى الليفر ديزيز او مرضى الريان ديزيز او مرضى كده عندهم ايه يعني اسمع حاجه اسمها شيء فرق ولا ايه اه لو هو النورمال يبقى ده نورمال لو وقع الفيشن وقع وهكذا يقول لك شوف العمليه اللي هيتم فيها الكليرنس في انهي اوردر وشوف صحيح عملها اذا كان الفاكتور بتاع الكليرنس ليه في الكليرنس عشان نخش من اهم حته بس ايه السيجنيفيكانس بتاع الكليرنس يقول لك يا بيه الحصه اللي فاتت عايز حد معلش ركبها جدا يقول لي ازاي تحسب اليو دي بي دوز وازاي تحسب الانتر دي قول لي كام في كام يخص طب ما جيش عشان تقول صح مفيش اه اللي في السؤال ايه شوف بيقول لي دي دوره صح دي سي اس اس ده لون صح طب حد فاكر مين ده كان سوي دي كليرنس دي سي اس اس واحد يعني انت سبت ايه اول حاجه استفدتها من كليرنس حساب المينتنس دول رغم ان انا مش طبع على سنه ولا طب اعرفه ايه يبقى اول حاجه في كليرنس انا استفدت ايه بحسب منها دكتور المينتنس دول اللي هو دكتور رقم 4 اللي ثاني مره اهو مساوي الكليرنس الايه دي سي اس اس تاني حاجه يا بيه دوزين ريجيمين حته حلوه كطبيب اسمع معايا احنا عندنا دواء في مصر او دواء في الفرن عموما اسمه جين طبايس ده مضاد حيوي مشهور اكتر ناس بيحبوه برب الله ان شاء الله بغاش معايا في السنه دي هتعرف فيه كانت اسمها دراميه دي ودراما كان جدا هو مش جين طبايس ده بيحبوه دراميه علينا مش قصدي المهم بتاع راح ياسين عيب بتاع راح ايه؟ بتاع راح ايه؟ جراح ده هو راجل صناعي يعني صناعي دي حلو لكن العلم بتاعه ساعات يبقى صناعي مش دور علمي يقول لك انا مالي انا ليه ياخد اظبط الموضوع موضوع الدواء والكلام ده الدكتور بتاع عمل البطنه والكلام ده يظبط انا بقول لك الجراح يعمل كل حاجه هو مش
اما بتاع برضه اللي عايز كل حاجه مش عارف. طب والله بتاع الصوت كده بتاع الراحه بيعمل كل حاجه بدون يعرف اي حاجه ليه ما هوش من ايه. اما بتاع البطن عليه عايز كل حاجه بس مش عارف بقى عايز ده كده اللي بيقدر اقول انا في دواء مش عارف بعد راح بقى في حاجه ايه اطلع خالص الشيء ده بايظ الفرج احنا ما بنستخدموش لو مش فاهمين الكلام ده ما تقدرش تعمل اسم جنتوميسن ده من أسوأ الأدوية اللي هي ممكن تعمل نيفروسيستين في الايه في الميه. المهم جنتوميسن ده العبره بتاعتنا مش ده ايه عشان ده توكس مش سي. بص يا سيدي يقول لك لما تفكر في جنتوميسن بص على حاجه اسمها كليرنس بتاع الكرياتينين فاكر حاجه اسمها سكار كليرنس ده الفيزيولوجي طبعا مش هقول لك حاسب زي ما انت ما بتصنعش ولا اذا افترضنا ان هي نورمال والنورمال بتاعها كان في الفيزيولوجي 120 انت فاكر ولا لا؟ طب مش هتعرف اصلا بس ولك الكارديك كارس المفروض يبقى نورمال 120 ساعتها انت الجرعه بتاع الجيتامايسين كامله اللي هي جرعتنا من طارق ارقام مش هرس هنا مش هرس افهم بس انت الجرعه كام بايه؟ امبول 80 مللي جرام ثلاث مرات في اليوم امبول 80 مللي جرام ثلاث مرات في اليوم الكلام للتوضيح مش هرس الفيلم اللي وريته تاني الكارس بتاع الكارديك كارس بتاع كام؟ طلع 60 60 قال لك ساعتها تدي التمرين ده مرات في اليوم؟ لا يا ظالم عايز اعترف تيست امال تعمل ايه بقى؟ بالنسبه للتناسب هو دي نص الفانكشن صح؟ ساعتها دي نص ايه؟ يعني انا ده كام بقى عندك؟ لما انت فاهمين ده كام؟ 40 طب انا افترضنا طب الكلام فاضي يعني كام فاضي؟ قال لك الزر اللي بيجي لنا بتاع كاتبين كام؟ 30 هديته جرعه كام؟ قول لي يا جدع هو 30 بالنسبه لعشان كام؟ ربعهم بالنسبه دي ربع جرعه اذا هو عايز يقول لك ايه؟ في بعض الحالات تمرين ساعات بيبقى الكليرنس مهم عشان اعرف انه الكلوز انجليش بتاعته يعني عشان تمايز ده يقول لك لو شخص زي ما زي كده الحمد لله اديله جرعه كامله ثلاث عمليات في اليوم طب لو شخص قليل كده نص 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 يقول لك لا وانت مسدود في الدواء ساعات بيحس ده ايه؟ ده واحد ده خلاص وكده شغال نص نص يعني نص 100% دي نص جرعه طب ربع ربع 10% يبقى 10% دي قصه دوز انجليشمنت والمثال مش من ارقام وتوضيح بس عشان حتى الصلاه اقول بسرعه تاني عشان الناس تكون معايا قول قول ايه اقول بقى ثلاثه اسمع معايا بقى تاني كده عشان الناس حتى ايه عشان معلش عايز اشرح معلش معلش ده كمان انا بنشرح مصطلح اسمه كليرنس اكواد يعني ايه كليرنس امام الدوكتور انت كده بيرفس امام البلازما كلير ذا فرونت كلير التايم لو كان ليه اللي فواز ايه؟ لو كان ليه فواز ايه؟ لو كان سيستميك بسيبه كله والمعادله مش عايز انا عايز فاكتورز وعايز سيجنتيك وشوف ايه الفاكتورز اللي بتاثر على الكليرنس يا ريت رقم واحد بلازما بروتين بايل والله لو دراج ماسك بلازما بروتين مش هيحصل له كليرنس رقم اثنين نطفي له سهله لو الدم واصل كويس للكليرنس اورجن هيحصل بس مش هيحصل كليرنس رقم ثلاثه حاجه اسمها ايه سيجنتيك صح كده ليه؟ الليفر والكيدني بس قلنا السيجنتيك حاجتين طريق الحساب وطريق الحساب بحسب من الكليرنس حاجه اسمها المينتنس ايه؟ دوز الكونت الحاجة يعني اعرف ربنا يسلمك فيه المينتنس دوز تساوي كليرنس في سيسس ثاني حاجه بعد الجزء على كلمه الجزء ريجن الجزء ريجن يعني خطه الجرعه مش كل المرضى بياخدوا جرعه زي بعضها ريجن يعني طريق او خطه هنا تختلف الجرعه بتاع شيل طرايس الكلام دوز المرضى بيرجع عصبي الكلى بتاعتك كلى سليمه دي براحتك كلى نص النص سليمه دي نص مره الكلى ربع سليمه ربع مره هذا اللي بيتحكم بيه حاجه اسمها كرياتينين ماشي يبقى انت اسمع معايا انت جيت النهارده عشان الكلام ده بس انت جيت النهارده عشان تعمل كرياتينين وعلى فكره مش عارف الوقت لو فين فمعلش ممكن تنسى ايام كلها اللي بيس انسى كل اللي بيحصل انسى كل اللي بيحصل انسى كل اللي بيحصل ركز معايا لو ركزت من اول الكلام هتلاقي ده شيء ما ركزتش انا كنت بقول رقم الارض في الحصه قبل رقم التوضيح مش لازم يبقى رقم التوضيح اسمع معايا انا مش هقول لك عشان ما تبصش كلها لما تطلع هنشرح حته اهم حته بص مش فاهم حتى هتغير بس لا في درايف اسمه ايه؟ وفي درايف اسمه بي
يبقى عندي اشتغل معي ايه ده يا ابني لما كنت بديه في الجرام كان الجسم اللي خد منه 10 ملي جرام كل ساعه نفس الكلام دي على فكره ملي جرام كان الجسم اللي خد منه 10 ملي جرام كل ساعه معايا ونفس الكلام سي لما كنت بديه ملي جرام كان الجسم اللي خد منه 10 ملي جرام كل ساعه كل دي مع بعضهم كلنا بدانا من مره نفس الايه النقط الاختلاف يحصل لما زاد الجرعه بس مع الصبر لما اعطيت الدواء ده 200 ملي جرام وده 200 وده 200 ومع الصبر قوي شو يحصل ايه؟ مش نفرق مع بعض قال لي ده طلع بيقفل العرق وطلع بيقفل لما تيجي تقول ايه؟ قال لك 10 ملي جرام في الساعه طب يا ابني اللي تجيب ايه؟ 20 ملي جرام في الساعه طب بص انا عشان خلص 300 يعني مثلا 300 يبقى 30 ملي جرام في الساعه وعملت 20 في الاخر يبقى 40 ملي جرام في الساعه الولد طلع لف قال لك انت ليك معايا نسبه ثابته نسبه ثابته كونستانت فراكشن او برسنتج ليك معايا نسبه والله تزود الجرعه لان الجرعه مش كل حاجه النسبه هتطلع هي هي وذلك هنا اولاد السن ايه؟ هل الكبير حصل لها سكيشن بتطلع عليه؟ امال الكبير ايه؟ ولكن المثال النسبة النووية constant fraction يعني النسبة النووية هي سبب هو مكان في معصر الروم عايش عشان أرسل ضد علي دائما الدواء يقرر أو الجسم بيقرر الدواء بنسبة 10 مليون في الساعة طب معلش يا أخويا حسين إحنا ما عندناش أرقام قول لي ده كام ساعة عشان الجسم يخلص منه كام مليون 10 ساعات صح ولا لا؟ طب ده سبحان الله طب ده برضه طب ده الله اللي هي يا دكتور ده كمان اتشافت هنا ست مع ان الجرعه عملها اكتر الجرعه خربت وزادت اتشافت ست باي سؤال التاني تعرف يا ابن الحلال تحسب لي سي اس اس وليه جدع سي اس اس؟ قال له سي اس اس ده 4/5 صح ولا 4/5 دي اه يعني انت شايف ايه يا ست يعني مثلا شوف الرقم ممكن تعرف يعني هل اعمل ده صحيح ولا لا؟ اما دي هنا السي اس اس بتقول لك اكس دي ست لان في اصل الطوارئ الاربعه في اهو بيطلع الرقم طب هنا الدرج دي السلطه الكبيره في الجسم لا ليه؟ لان المستشفى انت بص الدواء اللي هنا الرقم ده دي اسم الجسم يعني الجسم يفهم بقول لك لما تزود لي زود لك يعني انت هنا هقول لك كمين وزود لك كمين لكن بالنسبه لها بس يبقى هذا اسمه دراج ايه؟ صعب جدا على ان في زي ما هو اسمه طيب انا كده خلصت لك ايه؟ بالصوت اللي عاجبها الارقام مش انا مش عايزها بس هنا زي ما كلنا كلها لازم اقول اذا الدرج مش معايا في مخه يعني ايه كل ما اديله جرعه اعلى من العداء يقوم يديني هو كميه اعلى من العداء ازود الجرعه يزود الكميه اقل الجرعه اقل الكميه بس يثبت لي ايه؟ يثبت لي ايه؟ نسبه مئويه هذا الدرج اسمه ايه؟ طب الدرج ليه بص على صفحه مش عارف اشوف قصته الكلام قال لك ده 100 بعد 10 ساعه طب ده ليه؟ هم 10 يعني ده 200 ولا معرفش دي 300 هم 10 مليون ساعه دي 400 10 مليون ساعه بقى شوف شوف انا سامع ده اهو ايه رايك في ده؟ هل ده سابق كنسبه؟ رد عليا هو سابق كاماونت صح ولا لا؟ اللي سابق هنا يا ولاد الكونستانت اماونت اوف دراج ان ايه؟ قال لي طب ما ممكن تكون نسبه ثابته شوف احسبها على الصابون ده خرج كام في الساعه؟ 10 في مين؟ ده خرج كام ساعه؟ 10 على 2 يعني 5 ساعات في المية وده خرج تاني تقعد احسب بقى كيلو يعني 3% وده متعلم فاهم يعني اذا النسبة هنا غير ثابتة امال ثابتة ايه؟ حماوي حسب ورد لو حسبنا الطيب ده بياخد كام ساعة عشان يتجوز جسمه؟ 10 ساعات طب ده كام ساعة؟ صح ولا لا؟ ده كام ساعة؟ ده كام ساعة؟ يا نهار ابيض السؤال ده هل هنا كونستانت فراكشن كونستانت ايه؟ على فكره الام سي كيو بيبقى معتصوري في مرمضه في فراكشن واماونت. وثالث طالب يقول لك لو دي معلومه عاليه ولا لا؟ يقول ما اعرفكش. الام سي كيو بيقول لك هتلاقي رايح فاضي انا رايح جاي كده فين؟ في كلمه فراكشن والاماونت. هنا اللي ساكت اماونت او ريت. كميه ثابته لكن النسبه غير ثابته. النسبه كل ما بتزود الكميه كل ما النسبه بتقل يعني كل ما الضوء يتجمع في الجسم. وذلك انا بقيت جواب كونستانت. صح ولا لا؟ طب ما كونستانت قول لي ماشي طب سي 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 والله ما ضاعش
عشان السي اس اس عايز ايه سبب شروط السي اس اس بنحسبها ازاي؟ اربعه خمسه شهر يبقى نوت فيكس. بص يا تحصل بس مش عارف. طب بالنسبه للسيستم ده توكسيك ولا مش توكسيك؟ ليه؟ طيب ده الطريقه الثانيه على فكره عشان اخلص. هذا يسمى في الفارما فيرست اوردر كاينيتيك، وهذا يسمى في الفارما زيرو اوردر كاينيتيك. معلش يا جماعه الثالث عشان اخلص يا ولاد اللي ما يسمعش فارما قبل كده ويفهم الكلمتين دول ربنا يوفقه والله وهينفع. يعني مصطلح فيرست اوردر كاينيتيك اهم مصطلح عن الطاق في الجنرال. كده لو الدكتور بيختار حاجه في الجنرال بيقول لك يا ابني لازم تختار يطلع من ثالثه طب عارف يعني فيرست اوردر يعني زيرو اوردر عارف معايا هو مش هيطلع. فعايز اقول عندي بقى الجدول اللي في الاخر ده معلش هي الصفحه هي اللي اسمها دلوقتي عندي بقى الجدول ده هي الجماعات اللي مش محفظها لي. تعالى بقى مع بعض الجدول ده كده وتجيب الثالثه في الاخر. اسمع معايا يعني ايه فيرست اوردر كاردي؟ معناه هقول رد الليمينيشن اوف دراج الليمينيشن اوف دراج ها بروبورشن يعني ايه بروبورشن يا ولد؟ يتناسب مع الدراج ايه؟ كونسنتريشن صح؟ بمعنى لو زودت الدراج كونسنتريشن هيزيد ايه؟ الليمينيشن. قلت الدراج كونسنتريشن ايه؟ الليمينيشن. عايز اكتب جنبها الخط دي كلمه حلوه. امال ايه اللي سابت هنا؟ ها؟ اسم فاكتب لي جنبها الخط دي كده او فوقيها كونستانت فراكشن او كونستانت برسنتج. هنا اللي سابت في الليمينيشن عملت ايه؟ النسبه المئويه. بقى تعريف الاول تعريف الاول يعني ايه كلمه فيرست اوردر فيرست معناها الليمينيشن اوف دراج الليمينيشن اوف دراج ماله؟ ها؟ از بروبورشنيت يعني ايه يتناسب تقدير مع الدراج كونسنتريشن بلاس بمعنى زود يزود لك يعني تاني الثابت هو ايه؟ قلت له بقى كده كونستانت فراكشن نسبه ثابته في صالح الليمينيشن وبعدين صفاتي بتعرف كونستانت ولا لا؟ عارف الصفه الاولى عليهم كده لو عارف الصفه الاولى كونستانت يا الصفه الثانيه بيس بوكس الصفه الثالثه السي اس اس وصلها بعد وقت معلوم الوقت المعلوم بتاعنا 14 جرام متفقين على فكره بوست دراجز ان فارماكولوجي فيرست اوردر دراجز حاجه حلوه يا باشا ايه حلو فيها؟ دراجز دايما اللي هي بتبقى سايبه الجسم اللي بيختار الدواء الاسم الدواء استراكشر يحدد هو وزي كده البوست دراجز تمشي فيرست مصلحه مش احسن ليك وسيستم اما السي اس عايز يوم صادر زيرو اوردر كانت معناها ايه؟ اليمنيشن اوف دراجز ها اس كونستانت الكمية ثابتة نو افكتد باي كونسنتريشن هزود له يقول لك هو كمية ثابتة فزي ما قلت الكونستانت ايه؟ علوي او ريت انت احنا موت برضه كونستانت اليميشن ريت او كونستانت اليميشن اماونت خلي بالك كل حاجة كل واحد فيهم له حاجة ثابتة الهم لسه سؤال هل تزود لك كونستانت ولا لا؟ على حسب لو فين الجواب بتزيد مع ذات ايه؟ عارف لما يكون هنا واحد صاحبك صاحبه واحد يستحملك على قد عقلك يعني كل ما تزود عليه مشكله يقول لك معلش استعمار زود استعمار هنا واحد يقول له ايه انا زاد هو اللي بدا هنا واحد يقول لك انا بص سامع معاك فاضي بعد كده طب يشرح عليه ايه بص معاك الصبح هيحصل ايه عشان ما تنساش لحد ما تموت 100 كانوا 10 200 كانوا 20 300 30 بص ده بقى انا ايه بدي اهو ماشي 400 سجل كمان يعني عمال باش معاك كيف بقى انا تعبت يقول لك ايه خلاص انت اهلي والله انا مستعجل عليك هم كانوا 32 400 30 اتفضل 500 قلت له تعالى 500 30 برضه قال لي يا دكتور العصر العصر هو مش الاول فيرست اوردر صح؟ ثم قال لي قال ماشي فيرست مع الجرعه الصغيره على بيزيد مع الجرعه الكبيره هذا اسمه ساتوريشن دايت يعني ساتوريشن بقى هو شيء بيعمل عارف يعني شيء بيعمل زيد انا ماشي معاك يا ابني بالراحه واحده واحده تعبت عملت لي مشاكل كتير خلاص تعالى بقى واحد ثاني هاجي وش ثاني زي ما قاعد كده يا ساتوريشن دايت معايا الدراج السمول دوز بيتبع ايه فيرست
اوردر كريم ثم اطلع سبيل ان ايه زيرو ايه بقى يقول لك ان الانيميشن عندك اصلا ساتوريشن الغرض لازم نسوي على الانيميشن بتاعك عايز اعمل ساتوريشن شيل عيسعني يعني لو انت شبعت من الجلد كده هو كده الكلى عمال تزودها بسرعه تقول لك ماشي هتدمر هتدمر كده فهذا نوع سبيشال من الكريم اسمه ساتوريشن كريم معايا بقى مره ان الدراج بيتبع من اسمه دوز فيرست اوردر ايه كريم اذا تحط لارج دوز بيتبع سيد اوردر ايه كريم هذا هو اكزامبلز في الفارما على حفاظ الانسان الاحمر عنه في مثال تحت اسمه ايه سايفيل تعال معانا اول حصان كلهم السايفيل ده كان توكسيك ولا زيت نسيت ما قلت لك حاسه ليها افلام ها دوكس ما قلت لك ايه في ده اسمه سبرين ده اسمه فينوتايب الثلاثه دولت يقول لك في الجرعه وانت بدك كام ايه بقى اي تغير في الجرعه ممكن يجي يجيب الحمل الوحش السؤال الاخير هنا عشان ابقى قصدي ايه السيجنيفيكانس بتاع السيرجن بريد يعني دلوقتي بقول لك الدراج ده يتبع في الفارما سيرجن بريد اولا اعرف حاجه لازم اعرف رقم واحد ان الدراج ده بيدخل لك انتراكشن السؤال خالص فيها مشاكل رقم اثنين اي تغير بسيط في الجرعه ممكن يجي بالتوكسيستي صح؟ وزع الصابون وليكن المية أو مقص مية قص لازم لما دي قص تعليم دي قصين حلوة دي ثلاثة كويس كده سوى قص واحد وأربعة لا مش كويس يعني لما قلت لك ثلاثة أنا بقول أربعة لما قلت قص واحد بس لك لا ثلاثة لنصف اليوم كان مش رح ايه فيرست الرابع ده مش رح ايه ما ينفعش لذا أي تغير في الكورة حتى صغير ممكن يدخل بالوكسيستي يقول لك الراجل ده ثلاثة اتدخل خد كورس الرابع راح فيه ايه الدوار ده اللي بيقول لك هو ده ستشن بريد تالت حاجه والاخيره لازم المريض اللي ياخد ده ده يعمل مونيتور يعني مونيتور متابعه والكلام ده هيتكلم في المنهج بالتفصيل طيب كلامك انت النهارده جيت عشان تعرف الكلام ده انا برضه بين فيرست اوردر كلينيك وزيرو اوردر كلينيك وساتوريشن كلينيك في مرض اه فيرست ده ظروفه ايه مين ثابت يعني ايه فراكشن يا جماعه السابق الثابت هو نسبة الضغط في الجسم ولا كمية الناس كمية الناس التوريك هي الأفضل إيه؟ هل هو الشيء؟ إذا كويس هذا كويس، أكيد هذا كلام